راجل قولي عملت ايه؟ عايزة اطمن على مستقبل بنتنا. يا عليا بقول لك كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، يعني الواحد ما يعرفش الاصل من التجليد ولا الحقيقه من الغش. يعني ما عرفتش حاجه عن اصل الولد؟ اصله كلام من غير اثبات، لانه ملوش اثبات، يعني ممكن يطلع حقيقه وممكن يطلع غش. والشرطه بجلالة قدرها ما عرفتش حاجه عن اصله ليه؟ طالع شيطاني؟ اهو مناع ده بالذات اول اصله بالنسبه للحكومه والاوراق الرسميه. ابوه جلعه من جذوره عشان ما يورثش الطرف عيلته، وزرعه في المدينه من اول ما اتولد، عشان كده الواد ما يعرفش عن اصله اللي حكاه. اعوذ بالله، يعني ابن حرام؟ لا طبعا ابن حلال، وهو لو ابن حرام كان ابوه يورث وملايين يحطها له وديعه في البنك، لو ابن حرام كانوا اهله استخسروا فيه الحياه. طب احنا ايه اللي رمانا الرمي سودا دي يا توفيق؟ ليه؟ من قله العرسان ولا دي الاصول؟ دي بنتك لسه الشهر اللي فات رافضه عريسين، اللي عارفين اصلهم وفصلهم. ايه اللي رمينا الرمي السودا دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بذمتك ده مش مجنون رسمي فهمي نظمي؟ او فارس عايز يخطف حبيبته بالجوه وياخدها على حصان الابيض. والله ما هتضيعك غير الاوهام اللي انت عايشه فيها دي، سيبيني يا اختي اشوف شغلي. الو، ازيك يا باشمهندس؟ لسه برضك اسم الباشمهندس؟ ممكن اشوفك؟ عايزه اتكلم معاك شويه لو سمحت. تشوفيني فين؟ في اي حته زي ما تحب. لو انت فاكره نفسك في باريس ولا لندن؟ لا، في سوهاج، في مكان جديد فتح على النيل للناس اللي عايزه تتعرف على بعض في النور، مش اللي بتهجموا على بيوت الناس في انصاص الليالي. اقول لك ايه، ما تعمليش نفسك زعلانه، انا لمحت امبارح عيونك مبسوطين. انا خلاص بقيت افهمهم واعرف منهم كل حاجه، ومش هخاف من كلامك تاني. انا بخلص شغل الساعه 4 4 ونص. كويس 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 يا ست اللواء. مع السلامه. مع السلامه يا مروان. أنا وحيدة أبوي وأمي، يعني المفروض أطلع بنت دلوعة كل طلباتها مجابة. أنا فعلا كل طلباتي مجابة من وأنا صغيرة، لكن أوجات خوف أبوي علي كان يخليه يعاملني كأني ولد. وأنا كمان إحساسي إن أنا عاوز أعوض أبوي وأمي عن الولد اللي هما ما جابوهوش خلاني أحس الاتنين، الولد والبنت. عشان كده تربيت أعتمد على نفسي وأبقى شخصية مستقلة. شخصية مستقلة كيف يعني؟ ترشح نفسك مجلس القومي للمرأة؟ لا، يعني أحب أصرف على نفسي، أجيب احتياجاتي الخاصة، لدرجة أني فكرت أجيب شقة بالقسط تبع البنك. وتجهزيها وتفرشيها على كيفك وتعيشي فيها. أنت فاكر نفسك في سان فرانسيسكو؟ أنت بت وعايشة في الصعيد. صدق يا مناع، لو قلت لك أني عمري ما حلمت زي أي بنت برجل يجيلها في المنام وياخدها على حصانه. عشان كده ربنا عوضني وجابه في الحقيقة، ده اللي خلاني أجي عشان أجابلك بعد ما جيت امبارح بالليل زي المجنون عشان تطلبني. يا رب ما تكون اتضايقت من طريقتي، أنا عارفة إن أنا برغي من الصبح. أنا من جهة اتضايقت اتضايقت. معقول؟ من إيه؟ اتضايقت لأني معرفتكيش من زمان، أديني جيت أهو. جيت لأني متعود أمشي ورا إحساسي للنهاية. تعرف يا نورهان، أنا مش مجنون يعني زي ما أنت قلتي، أنا عندي ثلاث أرباع ضارب لكن عندي برضك ربع سليم، وهو ده اللي جاي أعرفك بيه. أنا طول عمري عايش وحدي، وعمري ما كنت متصور يعني إني أقبل فكرة إن في حد هيكمل معايا بقية عمري، لحد ما شفتك. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل في إيه؟ إيه اللي حصل لما شفتني؟ لما شفتك حسيت إن عيل صغير عايز يترمى في حضن أمه، يهرب فيه من كل الحاجات اللي بيخاف منها. وخايف من ايه من الناس؟ خايف منتخب مصر يتغلب من سيراليون تبقى فضيحه. كذاب الراجل اللي يقولك ما خافش من حاجه. انا بخاف من حاجات كتير. الغريبه اني مش خايف وانا بقولك اني بخاف. ده احلى واشجع كلام سمعته في حياتي.
شوفي ام جميلة، سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوة دياب اخوي، والعيار اللي صابه عند ابوه كان ممكن يصيبنا انا. مقدر ومكتوب. مش معنى انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا، انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحة مصلحة العيلة ومصلحتنا نتمم الجوازة دي. الله يرحم كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حيبقى واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عادي يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما جس عليها الا الرحمة ديلك. رحمة؟ رحمة ايه ياما؟ نسمة ماتت؟ عم هناجي ذبحها الفجر وغسل عارة، ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت ليه؟ ليه يا بوي؟ اسمها شريفة، اسمها عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الصالح يا ولدي من الصالح؟ من الصالح كيف يا بوي؟ من الصالح كيف؟ همام همام ده مجبور على موتها، امال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسه، هو حزنان عشان نسمه ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفه هم متربيين مع بعضهم وهم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. ايه اللي عملت ده يا همام؟ اتهمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ قلت له عليه، رحت له وقلت لهم انها شريفة، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ قتلوها ليه؟ وهو بيحب جميلي وعايز يتجوز جميلي. وانت بتعمنا من لحمنا ودمنا، فتكم منها. انا عارفه هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عم سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وسعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، انا احب اكون حره في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام؟ رايده بنتها هتعيش هنا، كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا تربينا على كده. وبيتكم يا ام جميله يقعد كده من غراجه؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميله، جهز بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها هنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافيه. يلا جميله. عافيك يا اختي. سلام يا سلام يا عروس. يلا يا جميله. سلام يا مرات ولدي. هتقول الشاي بره في الهوا اللي انا اتخنقت. شفت المرام معين غليظه؟ قال عايزه بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدون اوسع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته ورث سعدون. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك وقف لك. سامحيني يا نسمه، سامحيني يا حبيبتي. انا جبال، ما استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضيع عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود، يلي من بعدك ما حشوف غير السواد. سامحيني
سامحيني يا حب عمري كله. تعالى يا بن داري، تعالى يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا. فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشة دي زينة وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خد لك سنة افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هده موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني اجاب هنتصرفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجالة عايزين حقهم عرقهم. رجالة بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومة تعكشه، فاكرين انهم هينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين املوح حياك. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا جاب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدى على عيلة السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديت عينة يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدار السيوط؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيلة حسان عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خسارة، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويلة عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعشق اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال. وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جاية عايزة رجالة بقلب حديد. لازم نثبت لعيلة حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجه له. تصدقت انهم حيبطلوا صحيح؟ اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجة. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم. يكون في معلوم الجميع اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية ونفضت خلاص. احنا بنتكلم عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بنتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يرضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري وانا اللي اقول، ما عايز حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان برا النجعه، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركة فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندرية، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الارض الجديدة ونعيش من خيرها في امان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجالة، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوة والمرة مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. على بركة الله هنطلع الأرض الجديدة يا ناجي،
وعبال المكن والمواتير ما يجوا حنبني العشش اللي حنعيش فيها وربنا يكرمنا. دي سلاله نظيفه ومية مية من نعبين. امال فاكر ايه يا دكتور؟ فاكرني بلعب في بلاد بره ياك. لا والله. اهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذه المكان مش قد المجام، انا رايي نروح على المكتب او على الججال انضف. مفيش داعي يا مناع، لما قالوا لي ان شحنه المواشي وصلت قلت اكيد هلاقيك بتستلمها هنا، وبالمره اجي ابارك لك. يا باشا سيادتك تطلبني في اي وقت وانا اجيك لحد عندك. يا مناع انت راجل نظيف ومفيش عليك اي شبهه، احنا نجي لك ضيوف وبس. وتاكدت انها شحنه مواشي فعلا؟ راجل عيب، انا قلت لك يا مناع انت ملفك سليم وتحرياتك سليمه والتقرير في مصلحتك، انا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. اؤمر يا باشا. انت قدمت البت توفيق بيها؟ ده انا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجه، كل ما في الامر ان الراجل بده يطمن بيسال عنك. ظاهر يا بيه ان المعلومات السريه اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع انك وعدت ان تكون سريه، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سالت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فانا من ناحيتي طمنته وقلت اجي ابشرك بالخبر السعيد دوت، وبالمره اضمن دعوه الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون اول المدعوين. الف مبروك يا عريس. اسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله. على السلامة يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألف مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عبادي. الله يبارك فيك. كان نفس اهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. اهل النجع كلهم عارفين بالجوازه دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين يا ابوي؟ وديه لعم المرحوم ولا لمرات عمي ام جميله؟ ليه انا يا ولدي؟ انا في مقام ابوها. مال انت كبير العيلة وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل مهر ده لأم العروسة جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجالة. بكرة ان شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكره هتتزف العروسه من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. وعلى كبير. مبروك يا كبير. مبروك. الحمد لله الحمد لله. الف بركه يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقرا الفاتحه ان ربنا يهديهم ويرزقهم بالذريه الصالحه. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا الفاتحه كمان على روح نسمه بنت حسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئه وانا كمان بريء. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رايك عاد في الشياكه دي؟ حرام عليك يا مناع، أمك عايشة بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لأبوك ويأكد عليه إنه حجز لك فاطمة. هي غسالة بالقسط حجزها. ياكش تكوني فاكراني مرة عشان يتجوزوني على كيفهم. أنت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيلة هيوقف في صفك. مش بعيد أبوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا أخوي. ما أنا ما كنتش ناوي أقول لهم على حاجة. طبعًا. هتقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياة يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا ليا اب ولا عم ولا خال ولا ام، كيف يطلع لي اهلي من تحت غطيق الارض؟ شطاني ما تهتيش معاه.
انا ما عارفاش غير الاصول. اللي يتبرى من امه وابوه عمره ما يبكي على اخته. انا اكرمني اني اعود لابويا يقتلني ولا اني اعيش معاك هنا مدفونه بالحياه. هرجعك واطلع ابويا كذاب قدام اهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسال ما يتوهش. انت تهبلتي، اصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح حمام ما حدش هياخد باله من عودة القتيلة. طب عشان خاطري يا اخوي فكر في موضوع فاطمة. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحدة من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدت عليا الله يسامحك. عفارب عليك يا سناري، انا دلوقتي اطمنت بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا اخوي اطمن، والطلقه الجايه هتكون في قلب همام وسط الزفه. اوعى حد يشوفك يا ود ابوي ولا حتى من عيلتنا، احسن نروح كلنا في 60 داهيه. ما تخافش يا اخوي، انا عامل حسابي زين وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العبايه دي. ايه دي؟ العبايه دي مش غريبه عليا، مش دي عبايه ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكايه دي زين، خصوصا بعد البندريه ما عرفوا ان ناجي قال انه ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبجده البندريه تقوم على الحوايطه وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه، قول لي يا سناري من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه يا واد؟ قوم من على حجر امك، انت تسخط ولا ايه؟ بقى ما طول النهار مهدود حيله في الارض، عمله عارفك بدك ترجعيه نغه تاني مش كده. جري يا ناجي، لسه ورانا شغل كتير. الله ما تشدش على الواد احسن يطق. والله يا عمي ما حدش يشتغل في الارض دي قدي. تسلمي، وماله يا واد؟ خليك تقوى وتبقى راجل. اسكتوا، البندريه هيموتوا ونفسهم يعرفوا احنا ليه نزلنا من الجبل وبنشتغلوا في الارض دي. فاكرين بنشتغلوا انفار عند صاحب الارض، ما يعرفوش ان هي ارضنا. بقول لك ايه، احنا ملناش كلام مع حد. ايوه، ولا انتوا حتى تكلموا حريمهم. القطيعه دي جت لمصلحتنا. اسمع يا كبير، فرح حمام بكره ورجاله العيله كلهم متكدين ومستنيين ياخدوا بالطار. طار مين يا ناجي؟ احنا ملناش طار عند حد، وبنتنا شريفه وعفيفه والحمد لله. الناس ما يعرفوش كده. احنا ملناش دعوه بالناس، اذا كان على ولدهم فحسابي معاه بعدين وحقده، بس من غير قتل. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا يا مراتي. اهلا ام نورهان. اهلا ودي نور عيني ونور حياتي كلها. نور حياتك بس يا بيه، دي شمس وقمر في وقت واحد، ربنا يخليها لك. وطبعا ست الكل، اصل الحكايه كلها ايه ده؟ ازاي انا كنت ظلمك يا مناع بيه؟ لا ظلومه ولا حاجه، استهانم. دي بنتك برضك، ومن حقك تخافي على الجوهره المصونه اللي عندك وما تديهاش غير للي يقدرها. وانا عايزكم تتاكدوا ان انا كد كلامي وان نورهان في عيني من جوه، وانا جاهز لكل طلباتكم. ها امروا. شوفي يا منابي، انا شخصيا كأم مش عايزه لبنتي غير السعاده وراحه البال. انا زي ما انت شايفه هانم وحداني، وماليش طموح في الدنيا غير ان اسعد شريكه حياتي اللي هتخلصني من الوحده ومن ايام العزوبيه. جاء عليك الدور يا نورهان تطلبي. انا راضيه باللي يرضى بيه ابوي وامي، وكفايه عليا اتجوز راجل احس معاه بالامان. انا بقى اللي يرضيني انكم تيجوا تعيشوا معانا هنا، البيت واسع زي ما انت شايف، واحنا ملناش غيرها. مش معقول بعد ما كبرنا هتحرمنا منها. كانك نسيت يا ست الكل ان احنا صعايده،
والبدلة والقميص لا بيغيروا تقاليدنا ولا بيقولوا لساننا. مرتي لازم تعيش في بيتي وتاكل من عرض جبيني، مش كده برضك يا توفيق بيه؟ عليا تقصد يا مناع بيه يعني انها؟ انا فاهم يا توفيق بيه ومجدل وكلامها على راسي من فوق، بس انا عندي فكرة زينة وما تردوش عليا دلوقتي. ايه هي؟ خلي بيتكم الجميل ده للاجازات او اجلوه لاي حد، وشرفوني عندي في بيتي الجديد اللي هيكون قصري يليق بيكم وبالعروسة طبعا. احنا صعيدة يا مناع بيه، وده عيب، دي فكرة صعبة قوي، لكن عشان خاطر بيتنا ادينا فرصة نفكر. براحتكم خالص، وانا واثق ان احنا مش هنختلفوا بامر الله، وده لو كتوفيق بيه بعد اذن حضرتك واذن الهاني طبعا. عايزين نقدم الهدايا البسيطة دي للعروسة قبل ما نقروا الفاتحة. سنسلة ألماس. ليه كده يا امه؟ عايزه تشعلينيها ليه؟ كفايه اللي هما فيه من ميتك، كانوا عدونا. احنا حرين بفرحنا يا ولد، وما دام محدش جه من عيله حسان يشاركونا فرحنا يبقى عدونا. مظبوط يا ولد ابوي، اضرب نار يا ولد، اللي هينقص رصاصه هياخد علبه رصاصه دي من العريس. ضرب الطبل وركزوني، هرقص الولد اخوي وركزوا معاي. قلب عليك يا همام، قلب عليك يا ولدي، كانها جنازتك مش جوازتك. يا ترى من قهرتك على بنت حسان، ولا من خوفك على اللي ممكن يعملوه فيك اهلها؟ ريدك مالها متكدر كداب انداب. بالك من الولد يا جاب. هتقول ايه يا ولد ابوي؟ الله في سماء لو حد فكر يمس بسوء لكون قتل لهم ولدهم مناع. قالت لك مبروك، يلا بقى عشان تقدموا لحضرته العصير، شكله كده من النوع اللي بيجري فجأة. لو بيحبها هيبعد ومش هون عليه يمشي. لو فضلنا واقفين كده وسايبينه مع بابا لوحدهم اكيد هيمشي. تعالي يا دكتورة عشان اعرفك بيه، كلامه هيعجب الجوي. لا روح انت الاول، انا هجيب هند وهنحصلكم. هروح لوحدي؟ لا اتكسف، تعالوا نروح مع بعض. خلاص بقى امسكي
عرفت نسيت اللي قلته لك ولا ايه؟ طب انا راضيه ضميرك يا هند، لو انت مكاني تقدري تمسكي نفسك؟ يا سلام، ما انا جوزي دكتور وزي القمر واحلى من مناع بتاعك كمان، لكن كنت ماسكه نفسي. انا متهيألي ان مفيش زي مناع ابدا. بنت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ اسفه يا ماما، نسيت نفسي. اتعشيتي؟ لا. اتعشيت عندنا سايبك ولا تقعد تتعشى؟ والواد حصاوي عاود ولا لا؟ ما هو قال لك انه هيبيت هناك وهيعاود بعد ما يرجع اخته، والصبح هيكون عندك في المزرعه. انت وشك مقلوب ليه؟ كانك مش مبسوطه. وهي تفرق معاك في ايه يا اخوي؟ ما تقولش همي، اديني عايشه، عايشة كيف الميتين. يا حزن ابوي، لازمته يتنكد عليها وتحرق دمي. انا محروق عليك انت يا اخوي، الجوازة دي هتعمل لك فضيحة اكبر من فضيحتي مع همام. فضيحة؟ انا اعرف مصلحتي زين. لما ابوي طلع لي شهادة ميلاد كانه قسمني نصين، ولو كنت عشت تايه ذنبه مية عيال يطلعوا تايهين. أنا من حق عايزة بقيت خلق الله أتجوز واحدة بنت ناس وخلف عيال يطلعوا في النور. حقك يا أخوي، بس كمان تقدر تتجوز بنت عمك وتجيبها ليه كيف ما جبتني، وتبقى عملت خدمة لأهلك وناسك. يا نسمة طربتي من كلمتي وقعدت فتحة على واحدة تناسبني. استقطرين علي أفرح، ولا لازم أنا أعيش بقية حياتي في هم وعذاب ومرار. هانت هانت يا أخوي، بس برضك تقدر تتجوز بنت عمك وتسيبها في الناجع وترجع تتجوز البنت اللي انت رايتها، وانا كاني معرفش حاجة، وتبقى رضيت ابوك وناسك ورضيت نفسك. وابقى لي عيال في الظلمة وعيال في النور. المهم انك تقدر تعدل بينهم. اكره عمرها ما جت في بالي. انا عملت اللي عليا يا اخوي ونصحتك وانت بخاطرك، بس وعاك تشيلني ذنبك، وان كان عليا اعتبرني ميتة، شفت حاجة ولا سمعت حاجة. مين؟ أنا يا نور. تفضل يا ماما. كده كسفتيني قدام هند؟ كنت خايف عليكي من الحسد، العين وحشه يا نور. طب ايه رايك في العريس؟ اطمنتي له؟ بصراحه هو له هيبه كده وراسي في كلامه، انما ناحيه اطمنت له لا لسه. عايزك انت كمان كده تكوني راسيه وتقيله. غصب عني يا امي، كنت فرحانه قوي، ما تعودتش اخبي. ينفع اكلمه واطمن عليه انه روح واعرف رايه فينا ايه؟ تعرفي برضه رايه فينا؟ كلميه يا اختي، بس وانا جنبك عشان تتلمي في كلامك. غريبة، كل ده لسه في الطريق. طب الموبايل؟ مش وقته ابدا يا نورهان. وادي التلفون كأني لسه ما رجعتش. مكفول، انا خايفة يكون جراله حاجة. ايه الفل الوحش ده؟ طولي بالك. انا عارفة بقى يا بنتي، احنا لسه اغرب عن بعضنا، ما نعرفش حاجة عن حياته، بيروح فين بيجي منين. حاضر يا ماما، هحاول انام. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. طمني عليك.
زمانها طهجت. طمني عليك. ما قدرش اكسى عليك اكتر من كده يا نورهان. ايوه نورهان، انا قريت رسالتك اول ما حطيت الموبايل في الشاحن. اطمني، انا الحمد لله بخير. لا ما تقلقيش، انا ظروف شغلي صعبه، بسافر كتير واتحرك كتير. وانا ما تزعليش مني، ما تعودتش اعرف حد انا رايح فين ولا جاي منين. يعني عندك بكره مثلا عندي سفر واتفاق مع عملاء جداد كده فجاه. انا عايزك تتعود على المفاجآت لحد ما نتعود اديكي خبر. وعايز اقول لك ان انا مهمل قوي في حكايه الموبايلات دي، اوقات كتير بنساها. يعني ما تاخديش على خاطرك مني وتفتكر ان انا مش عايز اكلمك ولا ارد عليكي. يلا روح نامي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. ياه، من هنا وجاي لازم اعمل حسابك انت كمان يا نورهان، والا الامور كلها هتتخربط. اتواصلوا الانفار دول بسرعه وتعودوا تاخدوا نقله ناس تانيه. روح الحكمه يا سلاجي، تشتغل في ارض على بعد 100 فدان. مالكش صالح باللي بنعمله، خليك في حالك. احنا متفقين على الحموله دي يوماتي ولا؟ احنا في الخدمه ربع ساعه ممكن رجعنا ناخد الباب. هم يلا. احنا محتاجين عربيات تكون ملكنا يا كبير، بدل حوجتنا للسواقين دول. والله ماني عارف مناع هيشتري ايه ولا ايه. حكاية الارض دي هتكلفنا فلوس كتير. وعشان كده يا كبير قلت لك نزرع زرعة حشيش السنة دي. لا لا لا، انا عارف عقل مناع ولدي، ومدام نقل النقلة دي يبقى عامل حسابه. مبينش، وإلا كان جاب لنا الجرارات والمواطير. مناع عارف ان عين الحكومة عليه، واي غلطة حتجيب الحكومة لحد عندنا. طب خد بالك يا كبير، عباد وسناري جايين علينا هناك، هم نفسهم يعرفوا سرنا، غيظهم وما تريحهمش. مع خير يا كبير النجم، سايب النجم ورايح فين زي كل يوم؟ اطلعوا يلا، وعودوا تاني، لسه عندنا انفار كتير. هتزرعوها حشيش برضك؟ انا قلت خلاص مش هنزرعوا الحشيش تاني، احنا خدنا ارض جنب بيار الميه. ان شاء الله هنزرعها من خيرات ربنا، وباذن الله لو عايزين تشتروا من محصولها احنا تحت امركم. ما دام اشتريتوا ارض جديده ابقوا ابيعوا لنا ارضكم اللي في النجع. لا يا سناري، مش هنفرطوا في شبر واحد من ارضنا. سناري قصده ان احنا ما نقدرش نشتري ارض زيكم من اهل البندر، لكن نقدر نشتري من بعضينا جوا النجع من غير لا ورق ولا عقودات. ايوه، ومناع يقدر يشتري من اي حد ويوسع عليكم. قلت ايه يا كبير النجع؟ انا وبنداري عرفنا من صاحب الارض اللي اشتريته منه ان ولدك ربنا يحميه اشترى 300 فدان حته واحده وسجلهم باسمه. طيب عندكم الارض دي كلها يرمح فيها الخيل، ومستخسرين فينا كم فدان جوا النجع. الله اكبر في عينيكم، احنا مش همنا لكم زراعه الحشيش، سيبونا في حالنا بقى. اسمع يا عبادي، قل لبنداري اني قصرت الشر عنكم ومش ههملكم تطمعوا فيا اكتر من كده. انا اخترت طريق وانتوا اخترتوا زراعه المخدرات، يعني كل حي متعلق من عرقوبه. بس كلامك ده يا كبير ما فيهوش قصر شر، انتوا ممكن تغدروا بينا للحكومه. احنا بيوتنا كلها جار بعض، يعني لو وصل خبر للحكومه مش هتفرق بين بيوتنا وبيوت بنداري وبيوتكم، الهم طايلنا وطايلكم. خلاص يا كبير، الليله هقعد مع بنداري في الفرح واتفق معاه على حل. ما تنكش في النار يا عبادي، انت كبير وكلامك ده هيولع النار.